مجال الاختبارات ومطابقة شهادات المطابقة. أول شيء كنا نعمل فحوصات للواجهات الزجاجية لمقاومة الرياح وتسريب الهواء والماء. بعد هيك توسعنا بال2007 لمجال مقاومة الحريق، وتوسعنا كمان لاختبار تفاعل المواد مع الحريق وقابليتها للاشتعال. بالإضافة كمان بنعمل فحوصات للواجهات الخارجية لانتشار الحريق على الواجهات. مختبرنا يعتبر أكبر مختبر في الشرق الأوسط، موجود بدولة الإمارات بدبي، محاصل على شهادة آيزو، وبنفس الشيء الجهة إصدار شهادات المطابقة كمان حاصلة على الآيزو 17065 من المملكة المتحدة، من بريطانيا، من الإمارات، ومن جي أي سي بالمملكة السعودية. هاي السلسلة هي بتتكون من 5 حلقات. قدمنا في الحلقة الأولى نبذة عن الكود، عن مختلف الأكواد المتعلقة بالسلامة بالذات، هي 801201. في الحلقة الثانية تناولنا مفاهيم الإشغال للمباني وتأثيرها على متطلبات الحماية من الحريق. اليوم التركيز على العناصر المقاومة للحريق الموجودة في الأبنية. في المرة القادمة رح نحكي عن reaction to fire، تفاعل المواد مع الحريق، وبعدين رح نحكي عن انتشار الحريق على الواجهات propagation. منع انتشار الحريق مهم جدا وحاسم لضمان السلامة من الحرائق في أي مبنى. طبعا متطلبات الكود كتيرة، وحتى نوضح تسلسل الشرح اللي وصلنا لموضوع اليوم، في الحلقة الأولى كان في مقدمة إلى كود البناء. طبعا في كتير من أكواد البناء، سواء كود البناء الكهربائي أو البناء الأخضر، الصرف الصحي أو السكني. وظيفة هاي الأكواد بشكل عام هي إنشاء نظام أساسي مشترك لتحديد المتطلبات السلامة، متطلبات البناء كحد أدنى. فممكن إنه المشروع يعمل حد أكثر من الكود، بس ما بيصير ينزل عن متطلبات الكود. السلامة من الحريق مشروحة بكود 801 و201. بالإضافة لمتطلبات الكود، في كمان لوائح تقنية من ساسو بتحدد المتطلبات للمواد، استيراد المواد وتداولها بالسوق مثل البيع والشراء. هاي بتتم عن طريق شهادات مطابقة للوائح الفنية، عن طريق علامة شهادة مطابقة المنتج جيم، حتى من قبل ساسو. بالإضافة في كمان شهادات من طرف ثالث في إلها علامات مطابقة خاصة، تعتبر مهمة جداً للحصول على درجة عالية من تأكيد المطابقة، من شهادات المطابقة للكود. رح نشرح هلأ خلال العرض إيش معنى شهادات المطابقة، إيش معنى الإدراج، إيش معنى الملصقات اللي هي labels. نرجع للهدف من هاي الحلقة، هو كيف ممكن أن نمنع الحرائق من الخروج عن السيطرة. فعند التصميم مفروض مراعاة متطلبات السلامة عن طريق توصيف النظم الصحيحة، وهاي النظم ممكن تكون نشطة أو غير نشطة. فالنظم النشطة ممكن تشغيلها فور الكشف عن الحريق، مثل نظم الإنذار ومثبطات الحريق مثل رشاشات المياه. النظم غير النشطة اللي مركبة بالمباني هي جزء من المبنى، ما بيتم تفعيلها، هي النظم بتبقى في مكانها لاحتواء الحريق. ومبدأ الاحتواء مهم جداً لمنع انتشار الحريق من منطقة لأخرى عن طريق النظم المقاومة للحريق اللي بتم شرحها بالفصل السابع من الكود.
كود البناء السعودي مثل أي كود تاني بيربط نوع الإشغال بتحديد متطلبات السلامة، فكل ما زادت نسبة الإشغال زادت احتمالية الخطر وزاد تعرض الناس يلي موجودين بالمبنى للخطر. ففي حالة حصول حريق بتزيد متطلبات السلامة كل ما زادت نسبة الإشغال وحسب نوع هذا الإشغال. في شرح مفصل لهاي الأنواع كلها عملناه بالحلقة الثانية وهلأ موجود على اليوتيوب، فإذا أي حدا مهتم بيقدر يروح على التشانل تبع توماس بيل رايت على اليوتيوب ويشوف بالتفصيل الفرق بين أنواع الإشغال. طبعاً مهم أن نفهم مفهوم الحماية من الحريق والسلامة من الحريق والاحتواء ونخليه أولوية عند التصميم والتنفيذ. فبالصورة اللي عنا هون، إذا بتبدأ عنا الحريق في شقة معينة بالمبنى، كيف ممكن أن نمنع انتشارها للشقة اللي فوقيها أو للدور اللي تحت أو للشقة المجاورة؟ بشكل مبسط جداً ممكن أن نعمل جدار اسمنتي حول الفراغ المراد احتوائه، فهيك ما بتنتشر الحريق لأماكن أخرى. بس الجدران الإسمنتية سماكتها كمان تعطي وزن للبناية، فمش لازم تزيد عن الدرجة المطلوبة لتحقيق السلامة. بنفس الوقت المباني مش بسيطة لدرجة إن بس نحط جدران أسمنتية فيها، المباني بتتكون من عدة عناصر ومواد وتركيبات معقدة مثل أبواب، شبابيك، نظم كهربائية، نظم تكييف وتهوية تربط المبنى وفراغاته بفراغات مخفية، مش شرط تكون visible، مش شرط تكون واضحة لسكان المبنى. فكيف ممكن نتأكد إنه جميع هاي النظم تعمل مع بعض لتحقيق نفس الهدف وهو احتواء الحريق حتى ما ينتشر؟ الفصل السابع من الكود بيوضح متطلبات الحماية من الحريق اللي هي fire resistance. فهذا الفصل بيتضمن 22 بند بنستعرض في هاي الشريحة أول 6 منها. أول شيء في تعريفات، بعدين تحديد fire resistance rating and fire tests اللي هو وقت مقاومة الحريق واختبارات مقاومة الحريق اللي رح نشرحها أكثر في السلايدز الجاية. Fire resistance rating of structural element، العناصر الإنشائية، الجدران الخارجية، الجدران المقاومة للحريق، الحواجز المانعة للحريق. في البنود الأخرى كمان في partitions مثل قواطع داخلية، مثل قواطع الجصية، عوازل للدخان، الجدران المانعة لانتشار الدخان، العوازل الأفقية بين الطوابق، vertical openings الفتحات العمودية، الجدران المحيطة بالمنور. كمان بيشرح متطلبات اختراقات الجدران المقاومة للحريق، الفواصل المقاومة للحريق، حماية الفتحات مثل الأبواب والشبابيك أو الأكسس هاتشز، تمديدات التكييف والتدفئة والهواء اللي هي الدكتس، concealed spaces المساحات المخفية عن النظر، قابلية القصارى على مقاومة الحريق، وكمان بيحكي عن العزل الحراري والصوتي، قابلية المادة على مقاومة الحريق بطريقة الوصف وبطريقة الحسابات الـ calculation. إحنا تركيزنا اليوم رح يكون على جزئين، 2072 اللي هو التعريفات، 703 اللي هو زمن مقاومة الحريق وكيف ممكن أن نتأكد منه. أول شيء التعريفات. طبعاً مثل ما حكينا المباني معقدة،
تتكون من عدة نظم، عدة عناصر. فالكود بيعرف بعض من هاي العناصر وتقاطعها مع بعض المتطلبات. مش رح نقدر نحكي كل التعريفات لكل هاي العناصر، وبشجع الجميع إنه يقرأها كلها، خاصة الأمور المتعلقة بمشروعه أو بعمله. رح أقرأ بعض التعريفات وأشرحها خلال العرض. فمثلاً أول شيء annular space اللي هو الفراغ الحلقي، هو مبين هون بالأحمر على السكتش اللي على الشمال، وهو أي فراغ ناتج حول أي اختراق penetration لجدار مقاوم للحريق. الأفنية atrium building element اللي هو عنصر من عناصر المبنى. Control area مخزن مواد خطرة لكميات محددة. طبعاً بحدد كمان الفرق بين exit passageway معبر الخروج، exit access ramp اللي هو كمان معبر للخروج بس على طريق رام اللي هو مسطح مايل، exit access stairway الأدراج، وشافت اللي هي الفتحات العمودية اللي بتتم عن طريقها تهوية المبنى وبتتم عن طريقها التمديدات. رح أقرأ تنين من هاي التعريفات كمثال. أول إشي building element، a fundamental component of building construction listed in table 601. فهي المكونات الأساسية للمبنى مثل الجدران أو العقدات اللي هي الفواصل بين الطوابق. Which may or may not be fire resistant of be of fire resistance rated construction and is constructed of material based on the building type of construction. فبعض منها بيكون مقاوم للحريق، بعض غير مقاوم للحريق. مثلا تعريف الكنترول اريا، spaces within a building where quantities of hazardous material not exceeding the maximum allowable quantities per control area are stored, dispensed, used or handled. اللي هي مخزن مواد خطرة لكميات محددة بالمباني. بهاي الشريحة بنحكي عن الفتحات اللي موجودة بالجدران المقاومة للحريق، مثل الأبواب، مثل الشبابيك، مثل الهاتشز. ففي تعريف للفاير دور، في تعريف للفاير دور أسمبلي كمان، الفرق بيناتهم. فلور فاير دور أسمبلي اللي هي فتحة باب أرضية بتكون مقاومة للحريق. فاير وول، فاير ويندو أسمبلي، فاير بارتيشن، فاير ريتد جليزنج زجاج مقاوم للحريق. هوريزونتال أسمبلي عازل حريق أفقي بين الطوابق. طبعاً التعريفات تختلف من ولازم نتابعها بدقة حتى نعرف بالضبط إيش مطلوب وإيش هي العناصر اللي لازم تكون مقاومة للحريق. فمثلاً فاير دور هو بس درفة الباب، بينما فاير دور أسمبلي هي مكونات الباب المقاوم للحريق، يعني بفريم مع الباب مع الأكسسوريز مع كل مكونات الباب. إذا منغير أي إشي منها بتغير الوقت اللي بيقاوم فيه الباب، هذا اللي بيقاوم فيه الحريق. فاير وول مثلاً اللي هو الجدار المقاوم للحريق. إذا منلاحظ التعريف من الكود directly، fire door the door component of a fire door assembly، يعني بس مكون الباب من الفاير دور أسمبلي. الفاير دور أسمبلي كمنظومة، any combination of a fire door, frame, hardware and other accessories that together provide a specific degree of fire protection to the opening. فحماية الحريق هي مش بس من الباب، هي من منظومة الباب مع الفريم مع كل المكونات مع بعض حسب تعريفها بالكود. بهاي السلايد عم نشرح أكثر متطلبات تمديدات التكييف، مثل التمديدات الصحية، مثل تمديدات التكييف
في اللي اسمها دامبرز. فالدامبر هو خانق أو مخمد للحرارة. في عنا فاير دامبر، عنا كوريدور دامبر اللي هو بيكون في دكت بيمشي بالكوريدور، فخلال هذا الدكت جواته بيكون في دامبر بيوقف انتشار الحريق من خلال الدكت إذا صار في حريق. فالدامبر هو عبارة عن لوفر موجود داخل الدكت بيكون عادة مفتوح بيسمح بالتكييف، بينما إذا بصير في حريق الدامبر بيسكر وما بيسمح للحريق إنه ينتشر من خلال الدكت. هاي المتطلبات كمان موجودة بالكود بالنسبة لكل تمديدات التكييف أو التدفئة. في كمان شرح للسموك دامبرز والسموك باريرز. إذا شفنا تعريف الفاير دامبر بالكود: A listed device installed in ducts and air transfer openings designed to close automatically upon detection of heat and resist the passage of flame. فهو product مدرج، وهلأ رح نشوف وين هذا الإدراج بيكون موجود، وين هاي الليست. هو product لما بتعرض للحريق upon detection of heat it will resist the passage of flame، بسكر وبمنع انتشار الحريق. نفس الشيء تعريف الكوريدور دامبر، الدامبر، وكمان السموك دامبرز. بهاي السلايد منشوف كمان انه في نظم تانية ممكن تخترق الجدران، ممكن تخترق العقدات، الفواصل بين الطوابق. اي اختراق هو طبعا حيكون لازم بأي مبنى. حوالين هذا الاختراق بيكون في مادة مقاومة للحريق، مادة مقاومة لانتشار الدخان. فمثلا fire resistant joint system هو عبارة عن فاصل، هذا الفاصل ممكن يكون بين جدار وسقف أو بين سقف وسقف ثاني. هو عبارة عن مفصل أو joint بين أي عنصرين بالمبنى مقاومين للحريق أو اختراقات من خلال هاي الجدران. فمثلاً a through penetration هي عبارة عن اختراق كامل لهذا الجدار، بينما a membrane penetration هو اختراق من جهة واحدة. الجوينت هو مفصل، ممكن إن نقرأ التعريف بالضبط. فمثلاً a membrane penetration is a breach in one side of a floor ceiling, roof ceiling or wall assembly to accommodate an item installed into or passing through the breach. فهو it is a breach in one side. A fire resistant joint system is an assemblage of specific material or product that are designed, tested, and fire resistant and fire resistance rated in accordance with either ASTM E1966 or UL2079 to resist for a prescribed period of time the passage of fire through joints made in or between fire resistance rated assemblies. يعني تتحدد مقاومة هاي المواد الموجودة بالجوينتس بتستس معينة، وبتحدد الوقت الـ fire resistance rating والوقت according to the test. فهاي أمثلة على اختراقات موجودة بجدار عم بيتم فحصها، وفي حواليها annular space اللي هي الفراغات الحلقية حوالين هاي التمديدات. ممكن نحصل على L rating، T rating، F rating، محددة كمان بشابتر 7، وهي عبارة عن تسريب الهواء، الحرارة على الجهة غير معرضة للنار، وكمان قابلية الوقت لأنها تقاوم الحريق. هاي هي ال L, T and F rating. في تعريف كمان لمعنى splice، الصوف الصخري mineral wool أو mineral fiber اللي هو المادة
يلي بتمنع انتشار الحريق موجودة هون بالصورة يلي على اليمين تحت، بالإضافة لسموك سيل بتكون معها حتى تحمي الفتحة هاي اللي من خلالها ممكن أن نحط تمديدات للمبنى. فمثلاً تعريف الـ L rating, the air leakage rating of through penetration or system joint when tested in accordance with UL1479 or UL2079 respectively. الـ T rating برضو هو time period that the penetration fire stop including the penetrating item limits the maximum temperature rise to 165 degrees above its initial temperature through the penetration on the non-fire side when tested in accordance with ASTM E814 or UL1479. إذن الكود بيحدد درجة الحرارة يلي بتوصل على الجهة غير المعرضة للنار خلال الحريق، وبيحدد أي تست هو التست يلي بيعمل الكواليفيكيشن، وبيقرر الوقت اللي على أساسه بيتم الريتنج لهاي المواد العازلة للحريق الموجودة بالفتحات. هلأ كمان الكود بيحدد الفرق بين fire resistance fire resistance rating. وشو الفرق بينهم بالضبط؟ هلا الفاير ريزيستنس هي خاصية ممكن تنطبق على أي إشي، بينما الفاير ريزيستنس ريتينج هو وقت محدد، يعني مثلا 1 hour fire rated, 2 hour fire rated, 3 hour fire rated. بهاي الحالة هون مثلا في ملصقة ليبل ل certified door من قبل توماس بيل رايت 90 minute fire rated. فهاي الملصقة بتقول إنه هذا الباب يلي عليه هاي الملصقة هو بيقاوم الحريق في حالة التعرض لإلها حسب ما تم اختباره لمدة 90 دقيقة. بحد كمان بيفرق الشابتر 7 بين fire blocking اللي هو حاجز حريق، حاجز الحريق ومادة توضع بالبناء في المناطق المخفية. fire protection rating هو للفتحات الأبواب والشبابيك قد ايه بتقاوم الحريق. fire separation distance اللي هو المسافة بين جدار البناء الخارجي وخط البناء، هذه هي المسافة الفاصلة للحريق. fire barrier حاجز مانع للحريق، المواد اللي بتوضع بالبناء في الأماكن المخفية بغرض منع انتشار الدخان، والسلالم يلي بتستخدم للخروج من المبنى. مثل ما حكينا fire resistance هي خاصية property of material or assembly that prevents or retards the passage of excessive heat. بس ال fire resistance rating هي وقت period of time a building element, component, or assembly maintains the ability to confine a fire. هو الوقت يلي بنقدر نوقف فيه انتشار الحريق. To perform a given structural function. وبنفس الوقت إذا كان هذا العنصر إنشائي بيستمر في عمله كعنصر إنشائي. As determined by the tests. حسب أي فحص. Or the method based on tests prescribed in section 302. فالسكشن 302 بحدد أي نظام بتبع أي تست لأن نحدد هذا الوقت اللي هو الريتنج. طبعاً بالإضافة لنوع الإشغال في كمان نوع البناء ومكونات البناء هي كمان بتأثر على متطلبات الحماية من الحريق. ف الكود بيعطي construction classification type 1 and 2 3 4 5 حسب مكونات الإنشائية ومكونات الجدران مكونات العقدات، وهذا بيكون معكوس بتيبل 601 لمتطلبات مقاومة الحريق. فمثلا type 1 إذا في عندي عنصر إنشائي primary structural member
ممكن يلزمه 3 ساعات 3-hour fire rating. إذا منلاحظ هون التايتل عنوان هذا الجدول fire resistance rating يعني وقت requirements for building elements. عرفنا قبل الـ building elements كمان بالتعريفات هي مكونات المبنى الأساسية، فهون بتعرض لمكونات المبنى الأساسية حسب نوع الإشغال وحسب نوع الإنشاء. فهون منلاحظ كمان لا Table 602 اللي هو Fire Resistance Rating كمان وقت for exterior walls based on fire separation distance. شرحنا قبل إيش هو تعريف الإكستيريور وول، يعني كل جزء من الكود بيتم تعريفه حتى نفهم المتطلبات. والفاير سيبريشن ديستانس هي الفرق بين الجدار الخارجي وخط البناء، أو الجدار الخارجي والممر، أو الجدار الخارجي والبناية المجاورة. فإذا كانت الفاير سيبريشن ديستانس قليلة، يعني الجدار الخارجي للبناية بالضبط قباله مثلاً أقل من 1.5 متر في بناية تانية، ساعتها لازم يكون الفاير ريتينج عالي مثل 3 ساعات، ساعتين أو ساعة حسب نوع الإشغال. إذا كانت المسافة أكثر بيقل الفاير ريتينج. هاي كلها موضحة ب chapter 7. الجزء الثاني اللي بدنا نوضحه من chapter 7 هو 703 fire resistance rating and fire tests. يعني أي تست مطلوب لأي نوع من الكونستركشن وكيف بيتم التأكد من المطابقة. فبيتم التأكد من مطابقة عن طريق شغلتين. أول إشي فوق مثل ما موضح باللون الأصفر methods for determining fire resistance اللي هي test methods و fire resistance designs certified by an approved agency اللي هي شهادة المطابقة. فهاي من الوسائل يلي ممكن نستخدمها حتى نتأكد إنه التركيب مطابق لمتطلبات الكود. كل نوع من أنواع الأسمبليز التركيب المقاوم للحريق فيه له تست معين، يعني مثلاً exterior walls أو fire barriers الجدران المقاوم للحريق ASTM E119 أو UL263، the smoke partitions UL1784، horizontal fire door assemblies NFPA 288، ال partitions ASTM 814. فكل نوع من أنواع الإنشاء فيه له تست معين حتى نتأكد من الوقت يلي عماله بقاوم فيه الحرارة أو بقاوم فيه الحريق. هلأ طبعاً ممكن واحد يطلع على هاي السلايد ويقول يعني أنا بدي أعرف ASTM 119 و NFPA 288 و 5 يعني بتبين إنها معقدة وفيها كتير أنواع من التست، بس هي بالحقيقة مش كتير معقدة لأنه كلها بتتبع نفس المبدأ، والمبدأ جداً بسيط. يعني مثلاً إحنا عنا بالمختبر ممكن إنا نعمل كل هاي الفحوصات مع بعض لأنها بتتبع تقريباً نفس المبدأ، وهذا المبدأ هو Time Temperature Curve اللي هو منحنى الوقت والحرارة. هاي العينة اللي موجودة هون بالفيديو هي عبارة عن أبواب مقاومة للحريق، وراها هي مركبة على الفرنس على فرن الاختبار. بتم رفع درجة الحرارة مع الوقت، يعني مثلاً على الدقيقة 40 بتكون درجة الحرارة وصلت تقريباً 900 مئوية. وهاي الفحص منحاكي فيه أو منخلق فيه environment بيئة مشابهة لاندلاع حريق بالغرفة وكيف هذا الباب رح يتصرف. فهي الحريق تبدأ مثلاً بالدرجة الأولى بأول دقيقة، بتبدأ بصفر وبعدين بتكتر مع الوقت حتى توصل لحريق كامل. فـ
الباب يلي بيقاوم لساعة كاملة أحسن من الباب اللي بيقاوم ل 30 دقيقة، وهيك بتحصل على الريتينج اللي مطلوب بالكود، وبتقدر تقارن بين تركيبات مختلفة مثل أبواب مختلفة أو مثل جدران مختلفة. نفس الشيء بنفس الطريقة ونفس الفيرنس تقريباً مع فروقات بسيطة، ممكن إن نعمل فحص هون مثلاً بالشمال تحت، هذا فحص لعمود إنشائي مقاوم للحريق. الفحص يلي على اليمين تحت هو لسلاب خرسانة إسمنتية بين الطوابق، وفي عليها كمان مثل ما أنتم بتلاحظوا distributed load، لأنه هي عنصر إنشائي فهي بتقاوم اللود، بتقاوم كعنصر إنشائي وكمان كعنصر مقاوم للحريق. وفوق في عنا المخمدات يلي حكينا عنها، هاي الأربع مربعات يلي على اليمين هي اللي بتكون موجودة من خلال الدكتس، خلال أنظمة التكييف. وفي فحص لجدران زجاجية، معظمها بتتم مع بعض نفس الشيء. المبدأ هو واحد، إنه إحنا بنعمل فحص، بنشوف متطلبات الكود، بنقيم العينة بطريقة مختلفة شوي حسب نوع العينة. كل عينة بتم تقييمها بالفحص على time temperature curve ونطلع لها rating. هلأ السؤال هو، هل هذا الفحص بالمختبر كافي لأن نحدد المطابقة مع الكود؟ ممكن أنا أني أودي عينة على المختبر بس أعمل عينة تانية أو أعمل منتج تاني مختلف بالمصنع وأورده للمشروع حتى نتأكد ونربط بين الفحص اللي بيتم بالمصنع بالمختبر والإنتاج في المصنع. بيجي دور الشركات اللي بتصدر شهادة المطابقة للمنتج. هاي العملية بتتكون من خطوات مدروسة للتأكيد المطابقة من قبل الطرف المانح لشهادة المطابقة. فأولاً هي بتبدأ بالمصنع بأخذ العينة من المصنع. أنا بروح على المصنع بشوف كيف عمالهم بيعملوا العينة، كيف بيعملوا الباب، بعدين بودي العينة للاختبار. إذا نجحت بالاختبار برجع على المصنع حتى أتأكد إنه في نظام جودة وإنه التصنيع بيتم نفس الشيء بطريقة موحدة، كل الأبواب بتم تصنيعها بنفس الطريقة. ساعتها بقدر إني أعمل certification، إصدار شهادة مطابقة للمنتج ككل. المنتج كامل ممكن نحط عليه ملصقات label، وهذا معنى labeling. لما تشوف إنه مطلوب a labeled product بالكود، معناها إنه في شركة راحت وعملت شهادة مطابقة وعملت إدراج وعملت ملصقات. الملصقات بتيجي من الشركة نفسها يلي بتعمل شهادة المطابقة. ونفس الشيء منضل نزور المصنع بزيارات دورية لإعادة تصديق هاي الشهادات. كيف ممكن التأكد إنه المنتج متوافق مع الكود؟ طبعاً أول شيء بتم تسليم المستندات للمهندس، بيقدر يتأكد أونلاين، يروح يشوف إدراج هذا العنصر يلي حيتركب بالمبنى. إدراج الباب ككل مع الفريم بيكون موجود أونلاين من الشركة اللي بتعطي شهادة المطابقة، فبيقدر يتأكد إنه كل تفاصيل الباب اللي مركب بالموقع والموجود بالشوب دروينجز يلي هو وافق عليها هي مماثلة للمنتج اللي تم إدراجه من قبل الشركة المانحة للشهادة. فمثلاً هاي الملصقة اللي هون الليبل هي من قبل توماس بيلرايت، هتحدد مثلاً 90 minutes forward fire rating للباب، في عليها QR code، إذا بعمل له سكان بتوديني على الليستينج دايركتلي وبتأكد إنه هذا المنتج لسه موجود بالليستينج، عم بيتم تصنيعه بنفس الطريقة اللي نعمل فيها الاختبار. فهيك بقدر أستلم أكثر من باب كلها موجودة مصدقة كمنتج كامل مستمر بالمصنع، وكلياتها تم التصديق عليها من قبل شركة بتتأكد إنه هذا الإنتاج عم بيتم بنفس الطريقة اللي نعمل فيها الفحص.
فالإدراج من قبل الشركات المانحة للشهادة هو وسيلة متاحة للجميع، موجود أونلاين، بسهل عمل المهندس، بيقدر يتأكد من أن المنتجات اللي تم الموافقة عليها وتركيبها متوافقة مع الكود. يعني مثلاً إحنا عندنا إدراج كتوماس بيلرايت اسمها TBW Cert، ممكن أروح على الإدراج وأتأكد من اسم المصنع واسم المنتج، بفوت وبشوف شهادة المطابقة، بشوف تفاصيل هاي الشهادة، وكمان بشوف تفاصيل المنتج، وين تم عمل المنتج، قديش الفاير ريتينج، قديش الوقت، هل هو فعلا مثل ما بيحكي 1 hour أو 2 hour. كلياتها هاي بتكون موجودة كوقت مقاومة حريق بشهادة إصدار المنتج. المنتجات اللي بيتم إصدار الشهادة لإلها هي كلها مدرجة أونلاين، تقدر تتأكد منها. بيكون كمان موجود التفاصيل، يعني مثلاً هون بنشوف درفة الباب وفريم الباب، كل الأكسسوريز موجودة، كل فصلات الباب، نتأكد إنه هي نفسها المناسبة للمشروع عنا، هي نفسها اللي تم تركيبها في الموقع. طبعاً هذا الحكي كتير هلأ رح يصير مهم، وأنا بنصح الجميع إنهم يروحوا أونلاين ويتأكدوا من أنه كل المنتجات مطابقة، لأنه السلامة من الحريق كدرجة أولى هي من أكثر الأشياء المهمة بالكود، والمهم أن نكون في عنا compliance لإلها. وثانياً بنهاية المشروع رح يصير في تسليم لكل هاي المستندات والأدلة اللي بتثبت إنه المشروع مطابق للكود. فممكن بسهولة أي حدا يروح أونلاين يتأكد وياخد كل هاي المستندات يلي بتلزمه. نفس الشيء المفتش بالموقع، التفتيش بالموقع مطلوب according to section 17 من الكود، فأي مفتش موجود بالموقع ممكن إنه يشوف هاي الليبل الملصقة ويشوف الإدراج أونلاين، يتأكد إنه المنتج المركب بالموقع هو منتج صحيح حسب التصميم، حسب الاستشاري ما بيقرر إيش هي متطلبات السلامة من البناء. هون منشوف كيف الملصقات بتم تلزيقها على الأبواب، نتأكد كمان من حجم الباب، من الثيكنس، نتأكد من كل إشي إنه مطابق لهاي التفاصيل اللي موجودة بالإدراج. هذا كان هو ملخص اليوم بالنسبة للفصل السابع من الكود. نتأمل أنه يكون الشرح مفيد للجميع، وبتشكر الحضور على متابعتنا. إذا في أي أسئلة وأجوبة ممكن أن نجاوب. Abhishek, do we have any questions that we can answer? Sure. First of all, fantastic presentation. Thank you so very much, Sandy. Some of the people who are tuned in know that I'm learning a little bit of Arabic. So from the little bit of Arabic that I know, I think this was a great, great workshop, specifically for people who are in the process of implementing and understanding the code in the Kingdom of Saudi Arabia. So thank you very, very much. While I will let, I will allow anybody who has a question to ask the questions as well and open, and I will be opening the mic. I think there is just one question that has already come in, which is asking about how the conformity or compliance is usually mentioned in specifications, and where exactly does this get mentioned? Sandy, should I answer this or I'll explain that. You know, typically compliance requirements for fire resistance, like for doors or the wall systems or floor systems, is calculated and defined into a building by specifiers based on the code requirement, as Sandy has also explained. And then the specification will then call for 2 hours or 1 hour or 3 hour as per the table shown. And this specification then
forms the inquiry document or the document on the basis of which the subcontractor will call for certified and listed evidence for procurement. مثل ما شرحنا هلا اول شيء المصمم اول شيء بيشوف نوع الاشغال ونوع البناء بعدين بيشوف الالمنتس اللي هي العناصر المكونه للمبنى في عناصر حامله في عناصر غير حامله حسب نوع المشروع حسب نوع الاشغال ونوع البناء بيحدد ايش هو المطلوب وعاده بيكون عنده ادفايزر هو الفاير اند لايف سيفتي كونسلتنت ممكن كمان انه يستشيره وهو ياكد له ايش بالضبط اي منطقه ايش لازم يكون الريتنج تبعها عاده اعلى شيء بيكون اماكن الهروب مثل الاكزيتس مثل الاكزيت ستيرز الفاير اكزيتس المداخل المناطق اللي بجمعوا فيها الناس لما يصير في حريق حتى انهم يخلوا المبنى بسلام والفواصل بين مثلا شقه وشقه ثانيه بيكون في متطلبات معينه حسب نوع المبنى ونوع التركيب بين الاماكن اللي مثلا privately owned وpublic owned فمثلا بين الشرفات وبين الشقق كلها هاي بتم ذكرها بالكود بيوصفها الاستشاري هو بيقرر بالضبط ايش اي منطقه لها اي توصيف حسب متطلبات الكود. Very nice, thank you. Anybody else who would like to ask a question, I can unmute you and if you have any questions, please feel free to raise a hand or drop a message in the chat. We'll look out and I can unmute you. If there are no specific questions, then we can move towards the end of today's webinar, but we can wait for a few more minutes. This brings us to the end. And if there is anybody who would like to ask questions live and want their answers, we would be happy to reply back. Thank you very, very much for all the other attendees. Some of whom you have already started to sign off, but others are waiting and we would look forward to any questions. As mentioned in the beginning, this webinar is being recorded and would be available for you to refer back or share among people you know who are friends, who you feel can benefit from this webinar. Thank you, Engineer Radwan, for the appreciation. If you have any questions, we would be happy to answer as well. Many thanks for everyone for joining in today. Bye-bye. So there is one more question. Let me address this question. And before that, I think I'm going to unmute Engineer Radwan. Go ahead, sir. Hello, Mr. Abhishek. Thank you very much for the valuable presentation. I got benefit from this one. Shukran. I think... I would like to talk to you about not this one, not this subject, but it's another subject. Okay. It's about joining us the for our committee for the fire sure. safety.
So I just want to get this opportunity. Yes, and let you know that we're going to contact you very soon to join us, Thomas Bellwright, you know, to nominate an expert, you know, to join our committee. So wish very soon that you're gonna receive an invitation. Shukran. Thank you very, very much, Shukran, for all the other attendees. Engineer Advan represents SASO, and we are honored to have you here, and we will be honored to join the committee as well. All right. Thank you all very much. Shukran lal-hudur. وبشرفنا نشارك باللجنة. شكراً. الله يحييكم. Okay, moving on to questions which have started to come in. I will try to answer this question, Mohammed Newman. Why the fire seal used in the fire test between the wall and the fire door frame is not mentioned in the third party certificate? Can you please give some insights in distributed rehabilitation? Very good question, Mohammed. And in our understanding, the listing details are very, very critical. And I believe in our certification and listing, we provide these details online. And I would love to have a conversation with you offline whenever you would be interested. Various certification bodies have their certification schemes as per the primary jurisdiction they operate in. We in the UAE and in the Gulf region feel that a lot of these details are very, very important, and our listings have this information. I would love to connect with you offline as well, and I can answer this in more details if you want. If there is any other attendee who would like to raise a hand and ask any question before we close off today's webinar, we will wait for a minute more. Shukran, thank you very, very much then. Thank you very much, Sandy, for the excellent presentation. We will close off the session now, and we look forward to welcoming all of you back next month to the next episode of this webinar, which will be talking about reaction to fire. And then the subsequent month, we will be talking about the fire propagation tests for cladding. And if, as an attendee, you would be interested to follow our English webinar series, the same can be registered at our website, tbwbell-right.com/webinars. Thank you very, very much for joining in today, and wishing you all a great weekend. Thank you, and bye-bye. Shukran lil-jamia. Bye.